هلا يا جماعة، معلش انه قاطعتكم بالمقطع، بس حاب اقول لكم انه اذا في مشكلة بالصوت بالمايك ولا في مشكلة بالفيديو قاعد يقطع او اي شيء، حاب اقول لكم انه انا قاعد اسجل هذه المقاطع في اللابتوب، واللابتوب مو قوي مرة، فاعتذر لكم. ان شاء الله نتحسن بالايام القادمة، ويلا تقدرون تكملون في المقطع، ومشاهدة ممتعة بإذن الله. السلام عليكم، معكم انس سلمان، مقطع جديد. المقطع راح تشوفون ردة فعله على ملخص مباراة اتحاد وريال بيتيس. اليوم كانت هي المباراة وانتهت 4-1 لريال بيتيس. ما شفت ولا شيء من المباراة، ولا اعرف ولا شيء من المباراة. اللي يمكن شفت 20 دقيقة من المباراة، بس ما شفت ولا الاهداف ولا شيء، بس اول 20 دقيقة من المباراة او نص ساعة كذا، بعدين خلاص ما شفت ولا شيء بعدها. شو اسمه، فانا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ايش بدي اسوي بضل القناة على ردات الفعل. اول شيء انا ما راح اسوي ردات فعل على المباراة، بسوي على ملخص. ليش؟ لانه صراحة متعبة متعبة متعبة، تسجيل مقطع لردات فعل مباراة متعبة، للتصوير متعبة، للسيسمو الاديت، كل شيء متعب. بس بسوي، شوفوا المباراة اللي ما شفتها بسوي ملخص للمباراة وردة فعلي، تمام؟ زي مباراة اليوم. والمباراة اللي شفتها مثلا، شفت مباراة الاتحاد والهلال، تمام؟ بسوي ملخص على ردة فعلي كمان، بس يعني أنا بتكلم عن المباراة، بتكلم يعني إيش اللي عجبني بالمباراة، وإيش اللي المفروض يعني المفروض يتصلح الأخطاء، ومدري وش يعني زي كذا. المباراة اللي شفتها، أما إذا ما شفتها بسوي ملخص ردة فعلي عادي طبيعي وبس، عرفتوا؟ يلا خلينا نشوف ردة فعلي على ملخص مباراة الاتحاد وريال بيتيس اليوم الودية في معسكر الاتحاد في اسبانيا. قبل ما نبدا المقطع لا تنسوا تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا نبدا. سيداتي انساتي سادتي مشاهدينا متابعينا عبر بسم الله منصة فقير، هلا والله. وجو تيفي عبر قنواتها اذا ما انا غلطان ذاك فقير، صح؟ سبورت. يك عليكم الجودة، بس انه مرحبا عليه ايها السيدات والسادة، من هنا جودة من من هذا الفيديو نفسه. الملعب التاريخي الكبير، ملعب بينيتو فيا مارين شوف التشكيلة، الكبير شفت ملعب التشكيلة من قبل، بس يلا. ها محمد المحاسنة، لويس فليبي، فابينيو، كريم بنزيما، سام عوار الجديد حقهم، جوتا الملحوس حقهم، بنزيما الملحوس حقهم، عواد الناشري، حسن كادس الملحوس حقهم، كان موسى دياب الجديد حقهم، سعد الموسى، وفواز السقور. بينيتو فيا مارين الاتحاد السعودي، كريم بنزيما يحاول يمر، مر الكرة بالله عليك، مارك. هذه ايش؟ هذه ايش؟ هذا ديابي والله، يلعب الكرة الطويلة العالية وإلى خارج أرضية الملعب، هذه والله لو جت إلى هدف ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى، إيتور لعب الكرة والله هذه براسه خطيرة العدل والله لو إلى جت هدف خارج هذه. أرضية بس الملعب. دقيقة دقيقة، بقول شيء، اتحاد دائما سيء، لا دفاع كويس لا هجوم كويس، ما ادري ايش يعني. الموسم اللي فات، هذا الموسم اللي انتهى، والله اتحاد شوربه شوربه. الحمد لله على نعمة الفريق العظيم الهلال، الحمد لله والله على النعمة. الله الله يعينكم الاتحاديين. يمكن يا اخي الموسم الجاي يا اخي نفس الوضع، ما حيتغير شيء الا لو جيبوا صفقات، ما صفقات بعدين يبغى لهم دفاع وحارس ومدري مين، لسه يبغى لهم. الله يعينكم. بس الى خارج، شوف هذه هذا لو جات، بس والديربي الكبير هنا في الاندلس، بان الولاء في هذه المدينه. والله انا اشوف كانتي هو اللي شايل الاتحاد، هو افضل واحد اتحاد، وبعده فابينيو ممكن. الموسى يتدخل، حاول يمر سعد الفقير بلمسه وسط الملعب، حاول مارك روكا، رادار الاتحاديين قبل اربعه اسم، موسى ديابي تمريره لا هذه ايش؟ واحده من ديابي حركاتك، واحده ديابي من راح، تمريراتك جميله، فرنسي على اليسار، الفكره حلوه يا ديابي بس ما ضبطت معاه الكوره، ولكن تغطيه حاول فيها حسام عوار. تمام عوار يا حسام عوار، لا هذه ايش يا حسام عوار؟ جوتا البرتغالي، ما ادري مستواه مو مره الموسم هذا، الله لك عليه جوتا. بالضغط بالمحاولة حلوة يا فابينيو، يضع عينه على الموجود وليس المفقود، على الاتحاديين، على لوران بلان،
أن يضع عينه على الموجود مع الاتحاديين لا على المفقود من الاتحاديين أو الذي لم يصل. شوف الحالة التسلل اللي موجودة. إيتور روبيال تمريرة في الجناح عدت ما ضبط معه قدم اليسار أمام لعب تسديده شال هالمحاسنة بس يعني هو حطه عند الحارس صراحة هو شاتها شوفوا الشاتة مو بشوتة مرة شوتة عند الحارس وسهلة للمحاسنة بغت الخطأ والله بغت والله بنزيمة يا بنزيمة هذه ايش يا بنزيمة هذه ايش الزاوية لعبت خلصت برر فورناليس تمريرة خطيرة تسديدة هذا هو السلاح حلو الفكرة بس يعني صوته مو مرة سبالي يلعب الكرة العرضية والمحاسنة حلوة المحاسنة بس لسه مو بشوتة مو شوتة جول شوتة الحارس خطأ من لويس فيليبي أقول لكم شربة اتحاد بالذات دفاعهم الشربة لويس فيليبي ذا الشربة اللي اشتغل عليها بصراحة مانويل من خلال مباريات الودية وسلاح الخطير العرضي بالله قاعد يتمشى والله قاعد يتمشى فيليبي بالخطأ لاعبين هنا في ريال بيتيس يوسف سبالي فابينيو مر فابينيو راح طيب ناوي بسرعه يا فابينيو الله حاول يمر ولكن تغطيه جوتا لا غريب الكره الماضي عجيب الكره والله بغت بغت يا 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 بغت تجي هدف بغت تجي هدف من خطا دفاعي والله دفاع شربه شربه اسف التحديين حاد على قلبي ما عليكم يا اخي يعني والله نبيل بس انه لسه شربة سدد لو جت هدف يعني والله لو ما كان في اي ما كان في فريق الهلال عشان الاتحاد بس لسه اسف اتحاد يا اخي مو فريق مرة فاشل شوف الموسم في محاولة الاتحاد موسى ديابي عدى انفرادة وهدف حلو يصلح كل الاخطاء اللي وقعت يمحوها على طول تجابي انفرادة حلوة وهدف حلو موسى ديابي الأسمراني موسى ديابي واحدة من لمحات كريم بنزيما شكله انتهت الشوط الأول 1-1 موسى ديابي كريم بنزيما جميلة الله الله هذه كيف ضاعت بالله عليك هذه كيف ضاعت كيف ضاعت يا سعد الموسى هذه كانت تلملم الجروح والله عالية ومهارة عالية وقف واحد أوه مسكها بيده مسكها دقيقة مسكها بيده من فوز سكور كان مع الكورة ومحاسنة مسكه بيده يا أخي يا محاسنة وأصلا غبي من فوز سكور يا أخي إيش بيسوي لو ما مسك بيده لو ما مسكت بيده يمكن تدخل هدف ترى شوفوا شوفوا كيف شفتوا الحارس كان بيطيح كذا يعني كان بتدخل هدف لو ما مسكه بيده ف شيلها الله الله من خطأ هاي ستافه الهدف نبيل فقير وضع والله اتحاد شربة هذا بالله دفاع هذا بالله حيطة والله لاعب 21 بالله حيطة بالله حمد الله نعمة الهلال بأخطائه وبكل لحظاته وبكل سطوره بهدفين بالله عليك يا فابينيو جميلة على اليمين الصقور العرضية صح العرضية صح موصيني ازيكيل بالله عليك الصقور مهاري تسديدة والله بغت والله حلوة حلوة الفكرة والله حلوة لعبت بشكل رائع ازيكيل ايفيلا نبيل فقير لعب الكرة حولت بالراس خطيرة عرضية والعرضية وعدت الى خارج بلاش هذا الدفاع بلا دفاع الشربة ابعد الكرة الى خارج ارضية الشربة لفقير اللمسة الجميلة عند هذا اللاعب عدت وفيها خطأ والله الاتحاد يبغى يغير كل شيء والله من دفاع الى وسط الى كل شيء جاب ديابي وحسام الله بس لسه نبيل فقير تسديدة بعيدة بالله عليك هذه شوتة وين هذه خلاص
وين عند تطلعها برا الملعب. عوار لعب كوره لكنها بعيده بعيده وفيها صفم حاول يمر بنزيما. يا بنزيما يا بنزيما منحوس. عاد مره اخرى محاوله موسى ديابي لعب الكوره عرضيه لعب العرضيه عوض الناشري لب الخطا عدت ولا زالت خطورتها فرناليس. انا ايش اقول لكم دفاع الشوربه الشوربه انا اسف يا تعديل لو ما تصلحوا من دفاعكم والله موسم الجاي ما حتسووا شيء ما حتسووا شيء انا اسف خطوره ابدا على الاتحاديين هدف ثالث لكم دفاع وتغيروا جوته وتشوف وضع بنزيما سباليلا يلعب الكره يوسف يلعب الكره المحاسن طالع نبيل من الثانيه كارفاليو الله بغت اخي والله اتحاد دفاع الشربة قاعد يمر يلعب زي الحلاوه يتقدم جوتا عرضيه جميله لكن يوسف سبالي حاول عليك ايش هذه العرضيه بالعمق هذه خطيره شوف الدفاع كيف سيء على اليسار والعرضيه والمحاوله مره ثانيه مره ثانيه شربة الدفاع شربة هدف رابع هدف رابع الله الله يعينكم بس الله يعينكم 4-1 وهدف كمان حلوة يا أخي بتسديدات بالاختراقات آخ شربة والله اتحاد شربة والله الشربة تعرف وش هذه الشربة والله اتحاد ياكل يتاكل يتاكل زي الشربة تاكل الشربة اتحاد يتاكل من كل الفريق والله عادي اي لاعب يقدر يمر من دفاعهم الله لا دفاع كويس بديه ملحوظ عادي اسم ملحوظ ايش ملحوظ ملحوظ جوتا بدي ايش وضعه ذا والله ما ادري وبس هذا كان ردة فعلي على ملخص مباراة الاتحاد اذا عجبكم المقاطع ذي والنوعية من ذي المقاطع ردة فعل ملخص مباراة إن شاء الله راح استمر في مقاطع كور على تحديات على ردات فعل أهداف أو ردات فعل ملخص مباراة أو أي شيء عن يعني بنوع أشكالية سيسمو نوع على سيسمو مقاطع كرة قدم كمان الجيمينج بس أنا ليش ما عم أنزل وجهي بالجيمينج زي فورتنايت ماينكرافت أي شيء لأنه بالبلايستيشن قاعد أسوي ما عندي سي عندي لابتوب وما يستحمل مره قوي للجيمنج عرفتوا فبالبلاي ستيشن ما اقدر اوري وجهي عشان ما عندي كاميرا تمام ان شاء الله بشوف احل المشكله ان شاء الله يعني بحاول يعني قد ما بحاول اذا اقدر اوريكم وجهي العب جيمنج اذا ما قدرت عادي بس يعني بتشوفون شو اسمه تشوفون وجهي لما اسوي ردات فعل او يعني مقاطع كوره وشي زي كذا على اللابتوب بس غير كذا جيمنج ما اقدر اوري وجهي الا بس ماينكرافت ليش لانه ماينكرافت العبها على اللابتوب بس اوري وجهي على ماينكرافت اما اي لعبه ثانيه ما اقدر بس يعني زي فورتنايت فول جايز ولا العاب زي كذا ما اقدر لعبه ماينكرافت انه على اللابتوب فبس اذا عجبكم المقطع لا تنسوا تضغطون لايك شير سبسكرايب تحت انشر المقطع لكل الناس اللي تعرفوه انشر المقطع تأكد بي المقطع يتفجر القناة تتفجر يلا نشوفكم في المقطع الجاي مع السلامة.